إن شاء الله هنبدأ أحد امتحانات الديناميكا بتاع 2018، طبقا للمنهج بتاع 2020 اللي اتحذف من الوزن، الأسئلة المقررة عليه. ده الامتحان دو يونيو 2018. السؤال الأول، طبعا مقرر علينا، إكس أو في إيكوال إكس باور 2 ماينس 4 إكس، طالب الأكسلريشن. قلنا أي مسألة فيها أكسلريشن لازم ناخد بالنا إن إحنا نكتب قوانين الأكسلريشن. أنا عندي قوانين الأكسلريشن، قانون بيقول دي في باي دي تي، قانون تاني بيقول في دي في باي دي إكس. فلما أجي أشتغل خلي بالي هنا إكس المشترك فانكشن فيها إكس، يبقى أنا هاخد القانون اللي يتناسب مع الفانكشن، يبقى أنا هاخد في دي في باي دي إكس. إذا قانون الأكسلريشن هناخد الـ V فهناخدها زي ما هي اللي هي 3x باور 2 ماينس 4x، في دي V باي دي إكس فأنا أعمل لها ديريفيتيف، فالديريفيتيف بتاعي يبقى 6x ماينس 4. الباقي بقى أعمل إيه التعويض؟ أنا هقعد مكان X ب 2، فأنا هقعد مكان X ب 2 هنا دي هتبقى 12 ماينس 4 في 8، ودي هتبقى 2 في 6 ب 12 ماينس 4، دي هتطلع 4 ودي هتطلع 8، تطلع الإجابة إيكوال 32. يبقى الإجابة 62 متر بير سكند سكوير. السؤال الثاني، كونستانت فورس اوف ماجنتيود 150 نيوتن اكتس اون ا بادي اوف ماس كيلوغرام فور ا تايم 1/10 سكند، عايز اللي تشينج اوف فيلوستي، تشينج اوف فيلوستي من في 1 ايكوال 45 كيلومتر بر اور، فلازم احولها 5 تو في 2 وهو عايزها بالكيلومتر بر اور. قانون هنا هو قانون الامبلس اللي هو المفروض ايكوال اف اف تي، وفي نفس الوقت ايكوال ام في داش ماينس في او في 2 ماينس في 1. اف اف تي يعني هعمل 150 التايم اللي هي 1/10 ايكوال الماس اللي هي 2، في 2 اللي احنا المفروض ان هي نجيبها ماينس في 1 اللي هي 45 على 18 السؤال الثاني. السؤال الثالث، car start its motion from rest، كلمة from rest يعني لما time بزيرو if the rest can equal zero، from a constant point يعني ال s او ال x equal zero، دي بنسميها شروط الانتجريت، يعني لما تيجي تعمل انتجريت ويظهر لك c بتجيب c من الشروط دي، وما دام الثلاثه طلعوا بزيرو يبقى اكيد اي c هيظهر معاك هيكون بزيرو. هو ادانا الفيلوستي، الفيلوستي ايكوال 3t سكوير ماينس 2t، طالب مننا ان احنا مره نجيب البوزيشن اوف ذا كار ومره نجيب الاكسلريشن. زي ما احنا عارفين s بتودي لل v بتودي لل a، ده كده واحنا ماشيين في الاتجاه السهم ده ديريفيتيف، ولو حبيت ارجع في الاتجاه ده بعمل انا معايا ال v، ال v يبقى عشان اوصل لل a هعمل derivative، ما دام جبنا سيره ال a لازم نكتب القانون ال a equal d v by d t، وفي نفس الوقت v d v by d x عشان ما نتلخبطش. طيب احنا شغالين بال t فناخد القانون الاول، يبقى الاكسلريشن d v by d t، يبقى انا هعمل derivative هتطلع 6 t minus 2، هو مدينا التايم ب 3 فتبقى ال t minus 2 equal 16. الجزء الثاني عايز البوزيشن فيكتور، انا معايا ال v وعايز اوصل لل s او ال x، يبقى انا هعمل انتجريت ال v اساسا قانونها ds باي dt، وليها قانون كمان dx باي dt، انا عايز اوصل هنا للبوزيشن فاختار القانون الثاني dx باي dt، يبقى انا هشيل ال v واكتب مكانها dx باي dt equal 3t سكوير
اضرب سيزر كده اعمل انتجريت دي هتدينا اكس دي هتدينا تي باور 3 دي هتدينا تي باور 2 بلس 55 اتفقنا ان 55 المفروض يجي من الشروط اللي فوق وبالتالي 55 هيبقى 0 هنعوض بعد كده عن التايم ب 3 لما نعوض عن التايم ب 3 تبقى 27 ماينس 9 اكوال 18 السؤال الرابع الكوليجن مدري عندنا السؤال الخامس مدينا الفيلوستي equal 1 plus sin t الفيلوستي equal 1 plus sin t x equal negative 3 لما التايم equal 0 ده شرط عشان لو اعمل انتجريت يبقى معايا شروط الانتجريت وعايز الاكس نفس الفكره الفيلوستي عباره عن دي اكس باي دي تي فاعوض مكان الفيلوستي دي اكس باي دي تي ايكوال 1 بلس ساين تي اضرب سيزر كده دي اكس ايكوال 1 بلس ساين دي تي اعمل انتجريت تبقى الاكس ايكوال ال1 هتديني تي انتجريت الساين نيجاتيف كوساين تي بلس سي اعوض مكان الاكس بنيجاتيف 3 مكان التايم ب 0 اذا 0 1 بلس سي اذا السي هتطلع ايكوال نيجاتيف 2 اذا قيمه الاكس هتكون ايكوال تي ماينس كده السؤال نمبر 5 السؤال اللي عليه الدور السؤال السادس بول اوف ماس 1 كيلو جرام فور فيرتيكال اون اسايد اوف باك جراوند ذا امبلس مدينا الامبلس الكونتاكت تايم I equal to 50. Body of mass 20 is based on a rough horizontal table. Coefficient of kinetic friction equal of given on the body. Limited body 20 جرام محطوط على horizontal table. مربوط بخيط معلق على body. معلق الناحية الثانية. Body of weight أو of mass 20 جرام. معلق الناحية الثانية 20 برضه جرام. تسمين الزازة عند الاسترينج اتا هايت على ارتفاع من سطح الارض ايكوال اس ايكوال 2.5 عايز البريشر على اسس اوف بولي وعايز الفيلوستي لما يوصل للارض طيب ده رف اتجاه الحركه هيكون لتحت نحط الفوكسز اللي موجوده ده بيبقى دي ام جي اللي هي 20 جي تحت يكون دي في الاتجاه دوت ده بيكون في هنا في يكون هنا في ميو ان ميو هو الدهالي بقاف اللي في الام هنا بتكون ايكوال قيمة الام جي اللي هي 20 الحركة في الاتجاه دوت وفي الاتجاه ده بنكتب الاكويجن اللي مع الحركة بالبوستيف والعكس الحركة بالنيجاتيف اول بادي هنقول 20 جي ماينس تي ايكوال 20 ايه.
الاعتراض الثاني هتبقى تي ماينس الهاف ان ايكوال 20 جي. هنعمل ادنج ال 20 دي هتتشال تبقى 20 جي ماينس هاف ان ايكوال 40 ايه. الان نفسها عباره عن 20 جي فبقت 20 جي ماينس هاف تايم 20 جي لان الان ايكوال 20 جي ايكوال 40 ايه. يبقى دي بقت 20 جي ماينس 10 جي ايكوال 40 ايه. بقت 10 جي ايكوال 40 ايه. يعني الايه بقت كوارتر جي. كوارتر جي يعني هضرب كوارتر. انا شغلت بالجرام في 980 هتطلع 240 سنتيمتر بالسكند سكوير. هرجع اعوض في اي ايكويشن عشان اجيب التنشن وعشان اجيب البريشر. بنتمنى ان البريشر هنا عباره عن تي روت 2. يبقى انا هعوض عن الاكسلريشن في اي ايكويشن من الاثنين وليكن في الايكويشن الثانيه كانت تي ماينس هاف ان ايكوال 20 تي ايه. قلنا الان ب 20 جي يعني بقت 2 هاف في 20 بقت 10 جي ايكوال 20 ايه. يعني قيمه التي بقت 20 ايه بلس 10 20 ايه يعني 20 في 2 4 5 بلس 10 في جي اللي هي 9 على الكالكوليتر. دي الإجابة ما دام هو مش طالب إن إحنا نحولها لحاجة معينة خلاص نسيبها كده في الشيء. معانا الأكسلريشن هو عايز الفيلوستي لما يوصل للأرض. دايما السيستم بيبتدي من اليو زيرو. معايا الأكسلريشن 245. المسافة اللي هيتحركها 2.5 متر يعني هتبقى 250 سنتيمتر. هو عايز الفيلوستي يبقى في سكوير إيكوال يو سكوير بلس 2 إيه. اللوب زيرو كده كده هتتشال تبقى 2 تايم الـ A اللي هي 245 تايم الـ S اللي هي 250. هنحسب الكلام ده وناخد له سكوير روت فتبقى الإجابة بتاعتي إيكوال سنتيمتر بير سكند او 3.5 سنتيمتر. ده السؤال نمبر 7. السؤال نمبر 8 كان طالب الورك اتلغى. السؤال نمبر 9 كان طالب المومنتم بيقول لي body of mass. السؤال نمبر 9 body of mass equal 500 جرام في الـ vertical downward في الـ يعني الـ zero الجي هتبقى 900 متر مدام ده بتاع فورم هايت اس ايكوال 90 سنتيمتر ابف اسيرفس هوريزونتال جراوند اند ريباوند هبط في الارض وغط ريباوند تو هايت 40 سنتيمتر then the change of momentum due to impact. لازم احسب الفيلوستي لما اوصل لسطح الارض في سكوير equal u squared plus 2 gs اللي هو 0 فبقت 2 times 980 times 90 ده ال v squared. هنحسبها ونفرض سكوير روت للانسر يبقى هنقول 2 times 980 times 90 equal وبعد كده روت للانسر 420 يبقى الفيلوستي ساعة ما يوصل لسطح الأرض هنا 400. اللحظة الثانية هو طالع لفوق بقى. هو طالع لفوق طالع من يو احنا ما نعرفهاش طالع مسافة اس 40 طالع بجي بنيجاتيف 980 هيوصل لحد البي فاينل بزيرو. فهنطبق نفس القانون في سكوير بلس 2 جي اس. البي
الفاينل بزيرو اللي احنا عايزين نجيبها، هتبقى نيجاتيف 2 تايم 980 تايم 40. انا هسيب الكلام دوت برضه ناخد السكور نوت عشان نجيب كيو، فهتبقى 2 تايم 980 تايم 40، وناخد الروت هتطلع 280 سنتيمتر. الاي او الامبلس او التشينج اوف مومنتم الاثنين زي بعض، هم عباره عن ام في داش ماينس في، وما دام حصل ريباوند بتبقى بلس. الام 500 في داش اللي هي افتر اللي هي بقت يو اللي هي 280، ريباوند بتبقى بلس 400، يبقى هتطلع 500 والاثنين دول مع بعض هيطلعوا 35 4 دولارات. كده احنا شغالين هو هنا عايز الاجابه بالكيلو جرام في متر بير سكند، عايز نحولها للكيلو جرام ومتر بير سكند، فهتطلع الاجابه لما احولها كانها انا عايز احولها لنيوتن في سكند، نيوتن في سكند بقسم على 10 باور 5 فهتطلع 3.5. السؤال اللي بعده نمبر 10، كان طالب الورك برضه مش علينا. السؤال نمبر 11 بيتكلم عن الامبلس، بيديني شكل شكل واخد المنظر دوت. هنا عند بوينت A 2 5، هنا عند بوينت B، البوينت B هنا قصادها تايم ايكوال 6، البوينت A عند 2 هنا و 1 هنا. هو عايز اول حاجه الامبلس يوزنج انتجريت الامبلس يوزنج فيرست سكند. فيرست سكند يعني الجزئيه دي، الجزئيه دي هنا البوينت دي مش قصادها 2، هي معديه ما بين ال 2 وال 3، ال 2 هنا تقريبا وال 3 هنا تقريبا، هي معديه تقريبا في النص. انا عايز اتاكد هي في النص ولا لا. قال لي هستخدم حاجه معينه كده في الجيومتري بتقول ان ده ترينجل، ما دام دي في الميد بوينت وده بارلل مع ده يبقى لازم دي كمان تبقى في الميد بوينت. اذا البوينت دي هي الميد بوينت بتاعت ال 2 وال 5 وال 0 وال 0. طب الميد بوينت هنا دي بتبقى نص ده، فاذا كان ده كله طوله 5 يبقى ده طوله 2.5. طب الامبلس ممكن يجي بالانتجريت وممكن يجي بالاريا. لو انا هجيبه بالاريا يبقى انا هجيب الاريا بتاع الترينجل ده اللي هو هاف تايم البيز اللي هي بقت 1 تايم الهايت اللي بقى 2.5 فهتطلع 1.25. ده كده لو انا بجيبها عن طريق الاريا. طب واحد يقول لي طب هو انا عايزها بالانتجريت مش عايزها بالاريا، فاقدر اجيب الايكويشن بتاع الستريت لاين اللي انا ممكن اسميه او اي. او اي اقدر اجيب الايكويشن بتاعته زي ما بجيب الايكويشن في الديفرنشيشن بالظبط. هجيب السلوب، السلوب عباره عن y2 ماينس y1 على x2 ماينس x1، اعمل 5 ماينس 0 على 2 ماينس 0 فهتطلع 5 على 2، ده السلوب. طب الايكويشن y ماينس 0 على x ماينس 0 ايكوال السلوب اللي هو 5 على 2، فالمفروض الايكويشن هتطلع 5 على 2x. مين هي الواي؟ الواي اللي مكتوبه هنا على اللي هي مكتوبه اف، يبقى الاف هي الواي. والاكس المكتوبه هنا، الاكس هنا مكتوبه تي، يبقى 5 على 2، يبقى انا بقى معايا كلمه الاف. طب ما الامبلس ليه قانون بيقول ان هو انتجريت اف، يعني انا اقدر اقول انتجريت انا عايزها من 0 ل 1، الاف اللي هي 5 على 2 تي، اعمل انتجريت زود على الباور ناقص مع الباور الجديد فتبقى 5 على 4 تي سكوير، والمفروض ان انا اعوض من 0 ل 1، لما اعوض 1 هتطلع 5 على 4 ولما اعوض من 0 هتطلع من 0 فتطلع من 0 اللي هي نفسها ايكوال 1.2. اذا ممكن اجيبها كده وممكن اجيبها كده. طب دي الجزئيه الاولى. الجزئيه الثانيه بيقول لي انا عايز من 0 ل 6، من 0 ل 6 يعني الاريا دي كلها، الاريا بتاعت الترابيزيوم ده كله. اذا الجزئيه الثانيه في المساله ان انا اجيب من 0 ل 6 هجيبها عن طريق الاريا. من 0 ل 6 هقدر اقول ان هي عباره عن الاريا بتاع الترابيزيوم ده كله، فالاريا عباره عن ميدل بيس تايم هاي، ميدل بيس البيز اللي تحت اللي هي 6 بلس البيز اللي فوق اللي هي تعتبر 4 على 2 تايم الهايت اللي هو ب 5، دي هتطلع 5 تايم 5 فهتطلع اللي هي بقت 1. اللي بعد كده كانت ملغية نمبر 12 ملغية. نمبر
نمبر 13 طالب الفورس، 13 من المسائل المهمة جدا. مدينا الماس، الماس ايكوال 2 تي بلس 3. مدينا الاس ايكوال 3 على 2 تي سكوير بلس 2 تي. وطالب الاف، في اعتقاد خاطئ عند الناس ان دايما الاف ايكوال ام اي، وده مش صح. الاف ايكوال ام اي في سبيشال كيس، دي كده سبيشال كيس. امتى بستخدمها؟ لو الام كانت كونستانت، رقم ثابت، وهنا الام مش كونستانت، اذا القانون ده بالنسبه لي غلط. قال لا، امال ايه الصح؟ ان الاف هو الديريفاتيف دي باي دي تي للاتش اللي هي الام في البي. اذا هجيب الام في البي وبعد كده اعمل لها ديريفاتيف. طب انا الام معايا لكن الفي مش معايا، هجيب الفي اللي هي دي اس باي دي تي، هعمل ديريفاتيف 3 على 2 تي، لما 2 هتنزل تبقى 3 تي بلس 2، دي بقت الفي. يبقى انا الام في الفي انا هضرب 2 تي بلس 3، هضربها بلس 2. عايز يفك يفك، واللي مش عايز يجيب بقى الاف على طول. ديريفاتيف ديريفاتيف الام في الفي هثبت الاولاني 2 تي بلس 3، ديريفاتيف الثاني هيبقى ب 3، ثبت الثاني 3 تي بلس 2 في ديريفاتيف الاول. هو عايز اف دول هيتضربوا تبقى 6 تي بلس 9، ودي هتطلع 6 تي بلس 2، لما اجمعهم هتطلع 13 تي. اذا قانون اف ايكوال ام اي مش دايما صح، لكن ده بناء على قيمه الماس الموجوده، كانت فاريبل ولا ان كانت كونستنت. بقدر استخدمها في حاله الكونستنت بس اف ايكوال ام اي، لكن لو فاريبل لازم استخدم قانون الجنرال اللي هو قانون مهم جدا لازم ناخد بالنا. السؤال نمبر 14 بيقول horizontal force of magnitude F equal 60 kilogram weight، ما بستخدمش الكيلوغرام. Action of body at rest بيطلع 0. On a rough plane the body move a distance at higher distance 5 meter in the direction of the force. At the end of the distance in kinetic energy، لا يبقى السؤال ده مش علينا خلاص. السؤال نمبر 15 علينا في حالة اللفت، بيقول لي body of mass M is based on pressure scale in the floor of lift moving upward، lift moving upward، وبالتالي قيمة الـ M المفروض تكون equal to mg plus. الحالة الأولى بيقول لي إن حصل reading، reading اللي هي الـ M 34 كيلو جرام ويت، يبقى 4.8. وحصل ريدنج تاني M2 ب 32 كيلو جرام ويت، يعني 9.8. الأولانية لما كانت الأكسلريشن 3 على 2 A، والتانية لما كانت الأكسلريشن، يبقى أنا هعمل الاتنين. أول واحدة عوض الـ M1 34 في 9.8 معروفة الـ G بلس الـ A هنا اللي هي 3 على 2 A. ثاني واحدة اللي هي 32.9.8 عملنا divided 9.8 هتتشال، 64 على 32 هتطلع 32 هتتشال، تبقى equal g plus 3 على 2a هنا وg plus a. هنضرب سيزر 17g plus equal بلس، ودي هتبقى 24، دي هتروح مع الـ A دي هتروح ناحية شغالين هنا بالكيلوغرام، يبقى 9.8، فدي هتطلع 1.4. أرجع أعوض في أي واحدة من الاثنين في أي عشان أجيب قيمة الـ M، سواء هعوض في الأولى أو في الثانية. لو عوضنا في الثانية هتبقى 32.9. قيمة الـ M هعمل division، قيمة الـ M يبقى أنا هقول 32 في 9.8 divided الـ adding بتاع 9.8 بلس 1.8، هتطلع الـ M equal 38. السؤال نمبر 2
علينا او نمبر بي يعني 15 body of mass of is believed to be smooth again inclined to the open the data and get 60 اذا نتكلم على g inclined to be 60 force of acts in the direction of the line of the gates to stop upward the body moment هنا يأثر على فوق f ال f g equal of g moment and of 9.8 اي body في الدنيا بيكون لي ويت لتحت ان جي ساين ثيتا بيكون لي هنا ان جي ساين ثيتا وبيكون لي هنا ان او ار ده اسمه سبلين يعني ما فيش ميو ان بالتالي اتجاه الحركه هيبقى ازاي؟ اتجاه الحركه بناء على مين الاكبر؟ هل الاف الاكبر ولا الان جي ساين ثيتا؟ يبقى انا هعمل مقارنه ما بين الاف الاف اللي هي ايكوال هاف 9.8 اللي هي 4.9 والام جي ساين ثيتا الام عندي كانت بهاف الجي 9.8 وساين ثيتا هتطلع بهاف يعني هتبقى كوارتر في 9.8 هتطلع اذا الاف هي الاكبر اذا اتجاه الموشن هيبقى اكبر القانون بيقول ان الاف ماينس الام جي ساين ثيتا ايكوال ام جي وبالتالي الاف اللي احنا طلعت 4.9 الام جي ساين ثيتا equal الماس الماس اللي هو كان حاضر هتطلع 2.45 equal half ال A فال A هتطلع 2.45 divided 2 هتطلع الإجابة equal 1.25 ده قيمة الـ acceleration meter per second squared ده الجزء الأول كمان هو بيقول لي find the acceleration of motion وبعد كده if the action of force vanish after 2 seconds الموشن دي بدأت من الزيرو لما التايم ب 2 لازم اجيب الفيلوست الاول في بلس بي في تي اللوب زيرو فلما هضرب البي في تي هتطلع 2.45 يبقى ده قيمة الفيلوست لما يحصل فانش بقى ما انا ببدأ حركة جديدة الحركة الجديدة دي باخد الفي دي احولها للوب بتاعتي في الحركه الجديده 2.45 الفورس فانش يعني انا هرجع للقانون اللي انا كنت كاتبه اللي هو القانون دوت واشيل منه الاف فابتدي احسب اكسلريشن جديده نيجاتيف ام جي ساين ثيتا ايكوال ام اي جديده ولا في اسمها اي داش الام هتتشال مع الام تبقى الاي داش ايكوال نيجاتيف جي ساين ثيتا يعني الاي داش هتطلع نيجاتيف 4.9 يبقى انا معايا النيو ومعايا الاي داش هو بيقول لي فايند ذا ديستانس البادي اللي هيتحركها لحد ما يبقى اتريست يعني في فاينل يبقى معايا يو معايا في ومعايا الاي داش كده انا عايز اجيب الاس يبقى هطبق في قانون في سكوير ايكوال يو سكوير بلس 2 اي اس الفي فاينل بزيرو اليو اللي هي 2.45 هتبقى باور 2 بلس 2 تايم الاي الاي الجديده فهتبقى 2 تايم 4.9 النيجاتيف تايم الاس اذا عشان اجيب الاس هعمل 2.45 باور 2 اوفر 9.8 هتطلع الاجابه بتاعتي بالميتر 0.6125 متر نسترجع بس معايا الارقام ان انا بقى بحاول احسبها كده معلش اللي هي لو انا حولتها تطلع 61.25 سم نسترجع بس الارقام لان هي ممكن بس يبقى فيها اخطاء في الحساب السؤال نمبر 16 علينا مدينا بولي متعلق فيه تو بادي واحد ب 25 واحد ب 4 وبيقول لي عايزين الماجنتيود اوف ذا اكسلريشن المفروض ان ده دي ام جي 25 جي تحت وهنا تي المفروض ده 24 جي تحت وهنا تي الاكبر بيشد تحت والاصغر بيشد فوق فتبقى 25 جي ماينس تي اعمل ايه من الشيء بتتشال
شغالين بالكيلوغرام، وكان كيلوغرام يبقى 9.8، مش 9.8 كيلوغرام، 9.8 هي جي على 49، 9.8 على 49 هتطلع لك قيمة الأكسلريشن بالمتر بالسكند سكوير، 9.8 ديفايدد 49 تعطيك 0.8 بالسكند. انا عايزها بالسنتيمتر، يبقى هضرب في 100. السؤال اللي بعده الباور ملغي، السؤال نمبر 18 بوتنشال انرجي ملغي والبندلم ملغي كده، ده يعتبر دور يونيو 2018.